ليه الرب رح يرسل كل هيدا؟ ليه رح يسمح الرب كل هيدا في العالم؟ شوف ليه. قال رح يجي بعجائب كاذبة وقوات كاذبة وآيات كاذبة وبكل خديعة الإثم، بيتكلم بعظائم، بيتكلم ضد الله ويضل وراء العالم كله. في الهالكين، في الهالكين. ليه؟ اسمعوا، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق. رب رح يسمح أنه يجي هذا الأثيم المضل المخادع الكذاب لأنه العالم ما بيحبه الحق حتى يخلصوا، ما بدوا الحق حتى يخلصوا. بيسمعوا كذب بيصدقوا، بيسمعوا الدكتور فلان بيصدقوا، بيسمعوا المنجم فلان بيصدقوا، بيسمعوا المخترع فلان بيصدقوا، بيسمعوا الرب يسوع والإنجيل بيصروا بأسنانه بيسبوا بجدفوا. ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب، لكي يدان الجميع أو جميع الذين لم يصدقوا الحق، بل شو قولوا معي؟ سروا بالإثم. ما بيحبوا الحق. طب شو بيحبوا؟ بيحبوا الإثم، بيحبوا الخطية. خي حاج تخبرنا نجيل طولت الوعظة وتجي لعنهم. مرة واحد قال لي خي وين ما بتجوا كيف نخلص منكم؟ نروح على كنايسكم إنجيل، تجوا على بيوتنا وكم تفتحوا الإنجيل، ملتقي فيكم بالطريق بتحكوا بالإنجيل. لم يسروا بالإثم. طب شو بدك؟ لا عفوا، لم يسروا بالحق، بشو سروا؟ بالإثم. خبرنا شي نكتة، تعال نروح نحن وياكم لهون، تعال نعمل هيدي الشغلة، خبرني كيف نلطش نطلع مصاري. ما بتحبوا الحق حتى تخلصوا، بتحبوا الإثم خدوا إثم. ما بتحبوا الحق بتحبوا الخداع والكذب، خدوا كذب. ربي توب قلوبنا أحبائي، لا يسمح الرب واحد منكم عنده قلب متجبر ومتكبر ضد نعمة المسيح، هذا الإله الطيب، هذا المخلص الوحيد الذي أتى إلى أرضنا ومات على الصليب، وهو لا يزال يقول تعالوا إلي جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. لا تتكل على إنجليتك ولا أرثوذكسيتك ولا على ولا أعمالك ولا على في واحد بس تتكل عليه اسمه الرب يسوع المسيح. التفتوا إلي واخلصوا يا جميع قبائل مجموعات الأرض.